ما تبان لكم شي شبح ديالي هنا ولا ما رابطنا نجيبو هاد السيرو ديال البيت. البرد دابا شهر 9 البرد بدا يتحرك، خاصني ندخل البيت نسد البرد. هو البرد خايب. وهنيئا السي شي يقولوا لي المدرب ديال السيليكسيون ديال المنتخب سي الركراكي سي وليد. تحياتي لك اخويا وليد، ونتمنوا ان شاء الله يكون الخير. انا ما نكونوش متفائلين، ونتمنوا يكون الخير ان شاء الله. بنادم شويه يزم زكو، هذيك قوه الهضره وهذاك هذاك تبيع الوهم، راه كفانا منه، راه عينا منه. حتى مع شديتي الميكرو مع سينا ولك في المنتخب قلتي لهم حنا ما غنمشيوش للمنتخب لكاس العالم باش نلعبوا ثلاثه الماتشات فقط، ولا ما غاتشوفوش باش تلعبوا ثلاثه الماتشات فقط، غاتشوفوا باش ديروا السياحه، فهمتي؟ غاتمشيو باش تشريو، وتمشيو باش تصوروا في انستغرام، وتمشيو باش ديروا علاقات، ولا ما غاتشوفوش تلعبوا ثلاثه الماتشات. احبي واش بغيت، واش كيعرف بلجيكا؟ هذا كيعرف بلجيكا قليه. واش كتعرف كتعرف كرواتيا؟ انت كتقول لي مغادي باغي ندوز باغي ما نلعبش. سير اصاحبي، سير من ديك الهضره سير. ترى تصحابها واقيلا العزاوه ناصير كيبقى يخلص اللعابه وكدوي. ترى سير كاس العالم، هذا راه العالم كاين تما. اي بايد، هذا بايد بايد مسلوق يا عم. بايد خامج يمشي يشري حكيم وبيت شو معتمد يمشي يشريه من يشريه بايد خامج. كيقول لي ما نمشيو نلعبو بيه حليلو، كيمشيو يسلقوه ويبداو ياكلوه ميسكيلاسيون. حق لكم اصاحبي ما كتصحاحوش، راه هادشي علاش عمرك ما غادي تشوف شي مغربي في بودي بيلدين ولا كتشوفو صحيح. ديما كتبقى كيتريني وغادي كيتكلم. علاش؟ حيت انت كتقول ليه سير كول الدجاج صدر كيمشي هو ضحيه كيشد زعما غير الكلب وكيمشي كياكل. راه باين البروتين راه كتموت، راه كيموت فيه البروتين. عرفتي علاش ما كتصحاحوش اصاحبي؟ تاكل ليا في الدجاج وكتاكل ليا في الشوفان كيرم من عند مولي الهري، والشوفان كتصاحبو ديال الماسكيلاسيون، كتصاحبو هذاك اللي عند الهري. هذاك اللي عند الهري شنو هو؟ سير ليا البيم وسير شري ليا الفوائد. قلت له حال عرق نتوما، قال لك كاليتي عيان. خويا كاليتي راه مزيانه، غنشرب حريه. واش كاليتي ديال التليفون مزيانه الدراري ولا عيانه؟ بلاتي باش نصور لكم التليفون باش تعرفوه، باش تعرفوا التليفون. التليفون الدراري داير 4000 درهم، راه سامسونج 52 جي اس سامسونج 52 32 مهم ديال 4000 درهم. الدراري ديال درب غلف راه يعرفوا سامسونج 52 لا 54 54 جي اس ولا ما عرفت اس اش ولا ما عرفت المهم بحال هكا شي سميه بحال هكا. داير 4000 درهم باش خديته، واش فلوس لينا بيت حرام؟ ما فهمتش. بلاتي باش نصور لكم باش تعرفوا، باش عارف هو التليفون. هما داو ليا الانستغرام واقيلا كاع. علاش شو الدراري؟ راه والله الا 4000 درهم ما عرفت ما فيهش البركه. قبيله جا عندي واحد الدري من تيرودانت، الدار فايقوني مع 11 ديال الصباح. نوض الدري جاي من تيرودانت، دابا الوليد كيصاحبو جاي على رجليه، كيصاحبو جاي من تيرودانت. راه غاتجي عند عائله هنا وجاي عندي، تا كيقول لك من تيرودانت كتم غادي تفيق فيا بحال اللي جاي هو من على رجليه. راه غير من تيرودانت، راه ماشي جاي على رجليه باش يشوفني انا. قلت لهم سيرو، قلت لهم تصل الخمسة وجي جا عندي قبيله. والله الا واخد واحد صوي مصينك ترى الفقراء كيعيشوا، ماشي زعما الفقراء ولكن المسكين اللي شويه اللي ميسور القد. اما ملي كتولي الفلوس بزاف كتخرد لك وكتولي ما فيهاش البركه. ها هو 4000 درهم والله حتى كاميرا خاسره ما عرفتش كيدير.
مشيت ردوا لي ضارب معايا والله الا واحد الدري مسكين جا من تيرودانت مشى مسكين حارق ليبيا ولاو مسكين ماشي عليه 3.5 مليون بقى فيا والله بقى يداوي معاك ويل اول اللي حط صويرتي انا وياه في السطور ناس غادي باغا تحرق غادي ليا الصباليون غادي ليبيا الناس راه دابا دوك اللاجئين العزاوة كيجيو من الافريقي للمغرب باش يحرقوا حتى دابا المغرب وغادي ليبيا تلا عامل هنا قلت لي راه منك اللي تنشوف لك بحال هكا هكذا شي بارتيرو نشوف لك شي لعيبه شي نشي بيها ولا مسكين دري واحد الدري كيخدم من هذوك اللي كيمشيو كيخدموا نوريكم واحد الفيديو تا هو ديال واحد المجاهد في فيسبوك واحد باغي يحرر الصحراء في فيسبوك باغي هو باش باغي يحرر الصحراء غاب هادوك صحاب نجم السا اللي كيبقاو يكومونطيو لي عاش الملك حنا عاش الملك هو كيما كنقولوش عاش الملك وبارطاج وقلوبه هو هذا شوف شوف كيفاش باش الناس كتمشي كتموت في الصحراء وكتشي بنادم كيموت شوف كيفاش باغي يحرر الصحراء ها هو الفيديو ديالو تمسح ولا ما عاد فيني هو ووج الكلب تا فين انا فين هو انا صاحبي راه البارح كان عندي الفيديو ديالو فين هو نقلي هو ولد القحبة تخبى عنده الزرادة ها هو كمين وما كنطيحوش كل اكيد الزهرة الله مديوة والله من ديوة بالنسبة لي وحدين جزائريين راح يصيروا سبيتينا سبيت لك سب الملك ديالنا سبيت لي ما يطيح الملك ديالنا سبيت لك يطيح السبعة ديالنا دراري هاد الموسيقى اللي دير ديال هاد الموسيقى هاديك راه دير غشة بالعربي تحطو تما يخلعك راه غير الموسيقى نجي راه تجيبها ما عاد تكون جيبها فرعون وتوقفوا تما ويخلعك هذا لاعب على تيلعب على الكليراج هذا كيلعب على الكليراج انت تسبوا ملكنا الحال مع مرأة سيدي عاد قديمة العداوة غادي يخرع وتاني جاتني الشكاية بحالكم من فرنسا تسبوا الشعب المغربي في فرنسا قال لك جاتني الشكاية من فرنسا من فرنسا جاتو الشكاية قحام مطلعين عليه ما عرفت فين كيسكن فرنسا جزائرية بسنتو بزاف ما تنساوش التوانسة انتو غلط كبير اي واحد يبغي يعادي هاد البلاد هادي ما عرفش الغلط ما عرفش الغلط دابا حنت هذا ما عارف لا الصحراء هذا الصحراء راه كيسحب في الشمال هذا ما عارف الصحراء كيسحب ما كنوصلوش ليها ولا ما هذا ما عارف الصحراء قال لهم وانتوما التوانسه درتو غلط كبير ما عارفش الغلط والله ما عارف الغلط اللي دار التوانسه لا قالوا ليه مشى داير فيديو اشوف تسبوا الشعب المغربي في فرنسا جزائريه بسنتو بزاف والله ما عارف الغلط اقسم بالله ما عارف اش طاري ولا عارف تونس اش قالت ولا سحب دبلوماسي ولا ما عارف غاز عد من ما عارف والو هذا درتو غلط كبير التوانسه ما عارفش ما عارفش كمل اي واحد تبغي عاد المغرب تتعاد هاد اللعيبه ديال اي واحد كيبغي خويا راه في مصر كيقولوا اي واحد كيبغي ادي مصر كيتادى هذه راه هضره شعوبه صح راه هضره ديال شعوبه صح راه غيصاحبونا كلنا انا علاش بزاف كتشوفوني كيبقى في الحال على بحال هادو اللي كيتشهروا في فيسبوك وصحاب نجم الساحه حيت كيغضب دابا تونسي غيصاحبنا كلنا هكا غيصاحبك كلك هكا بس عاش مغرب شريف الشريف القافيه القافيه دسولي امريكا اسبانيا هولندا اتفرجت ها هو غيقود علينا هو ولا كيعرف ميريكان يلا الصحراء مغربية العالم كامل وقف معانا خليك معانا في هاد القافية كاميرو ما كنطيحوش كل اكيد الصحراء الله مديوة كنشوفو اعداء الوطن دابا اعداء الوطن ولاو كيستقبلو اعداء ديالنا اليوم نشوفو الصحراء ديالنا الصحراء مغربية حنا مادايش غادي تصاور معروكة نستقبلو بلادهم نشتوما تغدو ملكنا وتفقسو ملكنا هذا مالو هذا إشهار هذا إشهار هادو ولاد القحاب هادو ولاد القحاب هادو اللي كيديرو إشهارات في فيسبوك
ما كيبغيوش يجوا يخلصونا حنايا الانفلونسور باش نديروا لهم اشهار، ود القحبه كيمشي يدير اشهار على الفيسبوك، فلوس كيعطيها الفيسبوك ويخليني انا ويخلي الناس ترزق الله، ولاد القحابه ما تشريوش من عندهم هادو. شي مثلا هذا اللي درت لي انا اشهار لقيتي البيل مثلا مصق غتجي عندي انا غندوي لك معاه غنكونتاكتي. اما هذا ولد القحبه كيدوي مع مارك زوبرغو كيعطيه هو الفلوس. ولاد القحاب بركه من الجوع، بركه من الجوع اولاد القحاب، بركه من الجوع، بركه من الجوع وجه الكلب، بركه من الجوع راه حوايج تركيا هذوك. خلي لي الابطال يدويو جهد كثير. فلوس لي جي صاليين ديال يد بعيد وكلكم غيطيحوا ملكنا. قول اكيد، قول اكيد اعداء الوطن حنا. كيسحب اعداء الوطن والجزائر، كيسحب اعداء الوطن والجزائر وتونس. هذوك راه ماشي اعداء الوطن. اول دولة تعرفت امريكا هي المغرب، مجلس نازل هولندا اعترفوا بالصحراء مغربية، الصحراء كون اكيد مغربية. هادشي كامل سمو اعداء الوطن، سمو اعداء الوطن. اي خاوة خاوة عقل، خاوة خاوة على السياسة، كاين والو اباك هذاك الغوت. مصيبك احلى صح، مصيبك احلى، مصيبك احلى، مصيبك احلى. دابا حنا كنعرفوا في تونس الشوالي، حنا كنصاحبوا التوانسه كاملين بحال الشوالي، وفاش التوانسه كيكونوا كيهضروا كيجي كنتفكر الشوالي. فهمتوا اش باغي نقول لكم؟ فاش شي تونسي كيكون كيدوي انت كتفكر الشوالي، حيت الشوالي بريزونطاه لك مزيان. دابا هذا تونسي غيشوفه اول مره غيشوفني انا تونسي، غيصاحبك حتى غيشوفك بسيفتو. راه علاش كنقول لكم الدراري لعبوا على هاد اللعيبه، الله يحفظكم لعبوا على هاد اللعيبه. كل دوله عطيونا كاليتي زوينه باش هذيك الدوله. دابا بزاف ما كيعرفوش سميت الرئيس ديال الارجنتين، وكيعرفوا ميسي. هي تخر انايا كنكع عليه وكنتقلق على حاجه اخرى، وتصاحبوني حاقد عليه ولا كذا. اش نحقد عليه؟ اش نحقد انا على هذا؟ الله يسهل لي يمشي. كاليتي عيانه انت كتشوف اخويا، ما عندي ما ندير لك. بنادم ود القحبه كيصوني ليا. بنادم اخويا كيصوني ليا، فهمتي؟ بنادم كيصوني ليا اخويا، وكونيكسيو ثقيله وما كنعرفش نبلوكي، وواحد الروينه طاريه ليا اخويا، وما عرفتش شكون كيسرب ليا النمره. حريره زوينه، فين تلقى بحال الحريرات؟ ماك مره اخرى غتاكلها، خاصك تبروفيتي. انت انا وليت كندير واحد استراتيجيه الدراري، عرفتي ديالاش؟ كنعيش ساعه بساعتها بحال دوك العزاوة، عرفتوا العزاوة؟ دوك العزاوة الافريكان. عرفت علاش العزاوة تلقى ما فيهمش اكتئاب؟ حيت كيعيش لك ساعه مثلا كيطلع الديسك في ديك اللحظه، هو مخو وحياته ومستقبله مع داك الديسك. كياكل مثلا هكا، هو غا كياكل ما كيفكرش لك في ورا الماكله ولا غدا ولا هو. ولكن هادي صعيبه. دابا انا باقي ما ترينيتش عليها بزاف، وليت كنسها كنسها، فهمتي؟ ما بقى صعيبه، ولكن والله شي غادي مع شي ربع سنين وانا كنجرب نجاوب، باقي ما مليتش، حيت واعره احسن عيشه. راه علاش انا كنحسد مرحبا وداك فرعون ومول جوج دراهم؟ حيت هكا هما كيعيشوا ساعه بساعه. كي كتلقى مثلا هو فيخت، فيخت هو ما كيقولش انا شو شحال كنلحس على هاد ليخت، وكيفاش غيشوفوني الناس وانا في هاد ليخت كنتلصق، وكيفاش كيفكر لك هو فيخت. صعيب صعيب، واحد براسيك صعيب، يبغيك تكون مكلخ ولكن انا ذكي، فهمت؟ وليد الركراكي مدرب، صافي يا صاحبي، صافي يا صاحبي، وليد الركراكي شد المنتخب، صافي يا صاحبي، صافي يا صاحبي. علاش شد المنتخب؟ هو شد المنتخب. ايطاليا رديت كاس العالم في 2006، احنا دينا كاس العالم. شناهو اش غيطرا اللعاب؟ واخا تكون كتلعب في المنتخب وديتي كاس العالم، ما رداه مارادونا، فهمتي؟ رداه بيلي، اش غدير؟ شنو تبقاو صافي تعيشوا على الاحلام اللي دايرها واحد اخر؟ ما تبقاش تعيش على حلم دايرو واحد اخر. مثلا باغي نشد الباك، ورا شدو واحد اخر، انت شديتي، واش فهمتي؟ اش بغينا نلعب على شي حلم صعيب ضرب هما في الثقافه صح. مثلا طائره خاصه، مثلا لعب على شي حاجه اللي تخليك تبقى غادي يا صاحبي،
كذا شد البعض حتى شدي شي نلعب على شي حاجه اللي ما دايرهاش دينا مو شي واحد في هذا الكون هذا شي قالوا اخترع شي حاجه اختار شي قالوا دابا انا نقول لك انت عند العشاب والله ما نكذب عليكم ودابا نهبط لكم نهبط نجيب لكم الميكا اللي جبت تقديت شي تقاد يدير واحد العشوب ديال لك شي اب كنديرهم نخرجهم انا وباقي ما خرجهمش البنات تخرجهم غايقول لك معجون واش فهمتي غتخرجهم غايقول لك معجون هو راه ماشي معجون هذاك راه غير عشوب ديال لك شي واعر هو كياكلوا دابا واعرين كياكلوا مشيت عند العطار خديت دوك العشيبات كذا جمعتهم في كاكي راه جاي يلا غندور من عندو وانا نتفكر واحد العشبه ما عمرني مشى عندو مشيت سولتو شنو لقيت لقيت بانني انا بايت مني جامع شي بلانات وخاصني غير ديك العشبه رجعت خديتها من قبيله وانا خدام في واحد البرودوي ديالي واحد العشوب مقودين وقريب غنجربهم جيبوا لي شي وحده ما كتولدش ندخلها للبيت ونبقى بارك انا وياها شي جوج سيمانات وكل من ورا كل بحال هكا بوزيسيون دو بال من ورا كل هذا كتعطيها معلقه غتحمل انا كنقول كنرفع شويه في تيفي بقاو شوفوني هنا نخرج لي بالسروال هنايا اقسم بالله العظيم هاد العشوب اي وحده تولد كيما كانت تولد وتختار لا تبغيتي دري ولا دريه علاش كتشوفوا دابا الملوك والرؤساء والاغنياء كتلقى والد دري ودريه مالها هكذا هباء المنثوره مورفين دابا علاش والد دري ودريه راه ماشي هباء المنثوره راه كاين انت كتختار واحد البويضه كتختار انت اش باغي دري ولا دريه شنو القدره الهي حنا خويا غدا ندي نشوفو حنا غدا المستجدات نشوفو اش كاين انت انا عشابة صح جدي راه كان زطاط ديال هكا ديال واحد ديال المغرب كان كيمشي يجيب لي معشوب مال الدوار على العود معطار المشروع يقدر ما ينجحش عاوتاني يقدر يفشل على حساب عاوتاني انت والظرفيه اللي جيتي فيها وعلى حساب حنا ما بغيناش نزربوا بهذا البلان ديما مدريد ديما ريال اخويا والتوني دار ديال بيكام شنو هو هذا لا ما كناكلش ليكستا اخويا كناكلش ليكستا اخويا ناكلش لاكس انا عمرني ما كليت شي فينيده في حياتي لا ديال النعاس لا ديال الراس انا عشوب كنخدم بالعشوب عمرني من فينيده تخشيت هبط لك كرشك تفرتك ما عرفتش فديك الفينيده يكونوا زايدين شي زرعه زائده ولا شي حاجه داكشي بالعشوب بحال اللي ما كاين والو تقرقع بخير شي فينيده في كرشك وما عارفش شنو هي ديك الفينيده ولا راه خير ودالي راك تشوفهم كاع لي مبليين بالفينيد راك تشوف راك تشوف كاع هادو اللي كتشوفهم مبليين بالفينيد واخر واحد نجت ليا عليه استراتيجيه ديال نشوف لك في جبهتك نقراك صدقت ليا دابا مؤخرا مع عادل تاويل كنت قريتو في جبهتو شحال هادي فيه مرض خيب وقبيله شفت واحد الفيديو في تيك توك كيدوي هو كيدوي كيقول لي ما انا مريض ما بقات حتى حاجه كتفرحني بعد شي قوش في قوشين وبعد بزاف القائمة تطول وكتوصل لعادل تاوي عادل تاوي شو واحد الفيديو قال لي ما انا ما بقات حتى حاجه كتفرحني قال لي مرتاح وما مرتاحش كنت قلت لكم عليه هذه الهضره شحال كانش باقي تشوفني 300 في اللايف قلت لكم داك الدري مريض وشنو الدواء ديالو ما نوعدكش ولكن غناكد لك غتبعد من هادشي ديال السوشيال ميديا ومن التليفون نوض شقى على كرك شقى ولا قود تيقول لك واحد المثال اتعب من اجل ان ترتاح خاصك تعب باش ترتاح القاعده باغي غادي كدير في الانفلونسر الكاي اف سي وغادي كدير في الفلوس والفلوس داخله مع تمنين وانا مسارح وما مرتاحش اتعب من اجل ان ترتاح راه هذا هو المشكل ديال الانفلونسر وديال الروابط علاش كتلقى مريض ومديبريمي وداكشي حيت هو اللي غادي كيدخل في الفلوس هكاك ايلون ماسك هو اغنى رجل في العالم والله ما عنده دار ما عندوش فلوس ديالو كلها بورصه كلها استثمارات علاش حيت تشد الفلوس غادي تشتي اثمن الحياه ماشي بحال البورصه عندك كتبقى هذه الزهره هذه دار ما عندوش تفرج في الجزيره البارح دار قال لك ما عنده عنده كلشي عملات رقميه حيت غيشد الفلوس غيمرض بواحد ديبريسيون ملي كتشد فلوس شنو كتولي تقلب علاش على الخلود هنا كيولي واحد المشكل مقاول شحال هادي عاوتاني قلت لكم بان هادشي ديال التليفون وهادشي ديال باش كترتبط بالتليفون وكتخدم بالتليفون والنقطه المقوده انت خدام في التليفون ومشهور كدوز محدا كيعرفك مثلا كتولف الدوي مع الجمع
كدوي مع 5000 4000 مع الناس اللي متبعينك في ستوريات، ما كتبقاش عندك ديك الشهوه والرغبه باش تدوي مع الفرد، كتولي باغي تفهم فئه كبيره بحال اللي تكدوي معايا ما كندويش بجديه، فهمتي؟ بحال من شركه كتجي عندي على اشارات، انا دابا ما كنبغيش ندوي معاها، انا ولفت ندوي مع الجماعه، ربما ما تفهموش هذا الشيء ولا كطيح في واحد البلان مقود. اكتئاب البراش بسبابي، اعلى نسبة الاكتئاب المغرب هي ما بين 22 في 2022 في البليريال، وحطمت ارقام مقودين، حطمت ارقام مقودين، شحال من واحد ولا مكتئب بسبابي، انا غزوت المغرب بالاكتئاب اصاحبي، حيت واخا دير اللي درتي غتموت، فهمتي؟ ماشي شي حاجة، واخا زعما ما فيه الا مشمشة وداك الشيء، ولكن شحال الربعة العشية هي الربعة العشية، الخمسة العشية الخمسة، فهمتي؟ المغرب دات كأس العالم، غنفرحو غدا الصباح، بنادم يمشي ينعس وتبقى بوحدك، فهمتي؟ طيح في واحد هاكا واحد مثلا غتمشي لاوروبا، مشى قبل منك وراه جا ولدتي وصافي وكبرتي، فعلا سبك رغم الظروف، لكن رغم الظروف راه مشى لونطريمي ديال الوداد، صحابو ما يعرفوه، مشى هاز كوداس ولابس واحد التوني ديال الوداد ديال ليامات الاشهار ديال العود، عقلتو داك البنك ديال العود، مشى صحاب راسو غيدخل يلعب، صحابو لاعبين في لابلاج، راه بن شرقي وما لعبش احداد ورا باقي دابا محرر غيفسخوا لي العقل، حتى جاي اي سي با جاي من ما عرفتش كتشير كورة فيديوهات كتبقى تمونطي الفيديوهات 20 دقيقة وانت كتشير، انت كتمشي لديك الدقيقة اللي خشيتيها وكتجبدها وكتلوحها، كورة حاجة أخرى، أنا وكنقول كورة صعيبة، تصوروا معايا أنا وأشنو دوزت في كورة، وليت غادي لاعب ماتش بحال اللي لاعب ميكال، كنشد كورة تياكو ألكانتارا كنهبطها بشوية كنضربها، ما تحيدش ليا من رجلي، فهمتي؟ الباكي شئت ما شئت ابيت ما ابيت ندير اللي بغيت، شوف كيفاش كندور كي تمجي عندي بحال هكا مثلا، مثلا ما نمشيوش بعيد العرجون، نجي عندي كندير لي ماح دي برون وكنمشي كندفع بشويه وما كيقدرش يقرب مني بحال كزافي، عاوتاني شنو كنهزها كنهزها كيضربها الاخر بالراس كنفرح بحال، ولكن حتى فرحتي ومن بعد فهمتي، عاوتاني كنشد كوفره بيلينتي بيشنيت وكنقول كره صعيبه، حيت كره صعيبه صح. غادي انت غتسحب كورة غادي تلعبها صافي، راه داكشي ديال كتفرج شدها هرب بها محرز دخل صافي، علاش غتقديرها؟ غتقديرها؟ راه نعطيو كورة داك اي سي با نعطيو كورة ودونور عامرة النص، عامرة النص الوداد دخل اكادير النص عامر، ونقولوا لك نقول الاهلي ديال الجمهور بداو يديروا هو ويعطيو لك الشبكة خاوية تبقى غالي باش خشيها الشبكة خاوية والله الا خشيتها غادي دير لي موكا والله ما تخشيها، ها كتخيل انت ملي كتبغي تنعس وغدا لاعب ماتش مع ولاد دركم كتخيل، كورة صعيبة باش تلقى حداها، واحد النهار فراش هاد البرنوطي فاش شفتها بديت نكبر حسيت براسي وصلت لسن ديال 22 ديال 19 20 بديت نكبر خاصني نعتزل، جاوا همتاش أول مرة همتاش غادي غنفكر في الاعتزال، فاش غيبان لي هاد خونا هرب عليا ولا نقول جا الوقت إلياس باش تعتزل، خونا ماركاها فرحان بداية حلم نجم وأنايا نهاية حلم نجم، وغادي كندير نهار هرب عليا مورتا رجي لاعبين ماتش ميكال ضد خريبكا هو باقي صغير كان مشى يدير الاختبارات في خريبكا قبل ما يمشي مع فين بريطي هذه في خريبكا لي سبور ديال خريبكا لاعبين ضدنا وحنا سينيور ديال استغفر الله الله يثبتنا على الشهاده ديال رشيد البرنوس لاعبين في التيران ديال العربي الزاوري انا كابيتان الشنقريحه كره حدا كورنين درت ليها ها وشديتها برجلي شوف كيفاش درت ليها ها انت باش تفهموا درت ليها ها انا شاد كره شاد برجلي وبغيت نتلفت ليه مع ديك التلفيته بغيت نتلفت ليه هرب بها واد القحفه درت ما لقيتو هرب بها تبعتو باروش فرفاره تما قلت الياس وصلتي لسن 19 غادي داخل على 20 حبس كره اعتزلت وريحت فلات انت انا سابق عمري فهمتي دابا انا هاد 20 ديالي راه هي ال 50 ديالكم ها خاصك تحبس كره كره صعيبه صح تقدر زعما ديك وسط الجمهور ديال الرجاء هو صح كيبان لك داكشي ساهل كورة بهاد القحبة كتقرب حتى لحداك وكتبوم بالك كتجي هي غتبوم بها غدورو انسان بحالك بحالو جوج رجلين جوج رجلين كيدور غيخطفها لك غدا تعافر تاويه غدا كدا وعركين وسير بها ومالنا اصاحبي تجري بحال الكلب كورة من فوخة غادا وحنا تابعينها بحال والغوت تدخل فيك واحد يهرسك الله ينعلبو هاد الفلوس هادي وما يجي منا الله يشي الا كانت وسير عاوتاني في الطيارة لاعب مع المنتخب سير الغي الافريقية وجاي عاوتاني المطار محمد الخامس جمهور راه جمهور غيفرح وغيمشي يخدم وانت يا لاعب شكون دافك يلاه تسنى عاوتاني كاس العالم ربع سنين والعمر غاديه وتسنى واش انا نبقى مرونه زعما شويه كوره صعيبه بزاف وبنادم كيشوف هالاند
غادي داخلوا فورمة التكبير كيسحب هالاند، راه هالاند هكاك زعما راه ما كانش وكان ولا هكاك، راه ورا داك الشيء راه كاين خير ما في الكواليس اصاحبي، راه كاين عالم اخر، راه كاين وينر وينر كورة باغي تلعب تما، شحال عنده شحال عنده هاد الاخر، هذاك الدري اللي قال لهم باغي يلعب في الوداد شحال عنده هذاك بعدا شحال شي 35 ولا 34 هذاك راه كبير بعدا تا الكرة هو يقول لهم هذا موسم موسم انتدابات، لا كان شي فريق في بريمير سيري ولا دوزيام سيري بغي ينتاد بني انا موجود احبا هاد القواد هذا عموري اللي كيلعب مع الامارات اقود لعاب في اسيا في 2013 عمر عموري وبارك دابا بلا فرقة بارك بلا فرقة ما كيلعب مع حتى فرقة يلاه سينا ما عاد في الاهلي اهلي القطري بالزيت بالسيناولي وتلقى حباد هذا اللي كيكون في عين عوده قال لك موسم الاعتقالات مفتوح ومفتوح اجدوا راه سينا بالكوكب سينا في كوكب راه في دار في جيليز وطنجيه من السيمانه للسيمانه بس سينا في كوكب ترى كاين ازمه ديال اللاعبين صح راه طلعوا براش طلعوا دراري خفيفه عموري مقول عموري كنت لعبت لا 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 ما لعبش كيفاش كيت سينيال عليا اللايف اصاحبي اللايف كيت سينيال عليا يا قد دراري اللايف كيت سينيال شي لعيبه الانستغرام طلعوا لي شي لعيبه قال لك بلاتي ستوب وطلعوا لك علامه التعجب شي حاجه قال لك بلاتي نتحقوا من شي بيانات شي لعيبه عموته عنده 52 عام ومقدمينه مع الوداد والركراكي صغار منه مقدمينه مع المنتخب وشوف الظلمه صح الاخر مسكينه صاحبي عمو تجدوز صاحبي وشوف في الاخر غادي نجيب الركراكي وداروا الركراكي ديروا عموته عموته مدي مع السد بطولة دوري ابطال اسيا ودرب كزافي السد صاحبي دابا شناهو فهمت 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 صافي فهمت دابا حقرو دابا شافوا وجهو بحال هكاك وشافوا الخميسات كيصاحبوه ما عندوش لونغلي والفرنسي حقرو ما عارفينوش راه دابا هذاك اش يقولوا ليه القجع ها شافوا حقرو قال هذا ولد الخميساتي ما عندوش ترى عنده لونغلي كان كيدرب السد صاحبي ومدرب راه كبير علاش ما درلوش عموته شي يدير ليه مدير واه مسكين بقى فيا عموته والله راجل كبير مسكين ويمشي يخلق تما يخلق في قطر وبدا يوقف وبدا يضحك صحافة شي زقلة صاحبي شي الحياة كي دايره الركراكي ولد الفنيدق الركراكي راه ولد فرنسا راه زيد في كابر فرنسا ها كان كيجي من الصيف صيف الوجدة مدرب كبير في العمر اخويا انت كتب عليا رجاوي اخويا وزامتك عموت حيت كان طقبك في دونور بجوج زيرو جوج بيوت ديال الفاتيحي انا نسيتي نفكرك كان مدرب عموته ديال الرجاء والرجاء داك الوقت كانت غدوز العصبه وجات الخميسات في الماتش الاخر ربحتها في دونور مارك فاتيحي ومشى دار الجمهوريه دار اللي محجرو جوج زيرو جوج زيرو في الدار البيضاء نهار الحد مع الثلاثه فاتيحي ضرب جوج داكشي علاش حتى عموته ربما دايرك ولا شي حاجه بلا ما ندوي على الرباحات مع الرجاء مع الوداد انا كان فرقت بين الرجاء والوداد انا والله ما راه زعما ما رجاء وما وداد عزيز عليا الوداد شويه وعزيز عليا الرجاء شويه باش انا باش نكون على الوداد ماشي نحياد غير حتى وحده ما كطربنيش ماشي زعما نحياد هو ما بغاش يكون هادي لا ما بغاش يكون ما بغيتش نقول انا شكون انا حتى وحده فيه ما كتعجبني حتى وحده ما طربتني بالنسبه لفرقه كبيره وعندك جمهور بحال هذاك وتخرجي لي عاد واتزم تخرجي تخسري برنوصي دير جوج من واتزم وتخرجوا تخسروا لي انا في واتزم تخرجوا تخسروا لي مثلا في ديك النهار خاسرين في هواره هواره في 40 كاريه خاسرين مع هواره 3-1 الوداد في كاس العرش 2008 دوليا زين فاش ضرب بيلانتي ساليتو 3-1 نجي نولي ودادي متى نخسر انا رجع عليا الاهلي الترجي التونسي حكم الجمهور الكبير ديالهم كذلك عندهم هما كبار ودابا الوداد والرجاء راه الجمهور الكبير راه صداع
عاد هما اللي كامل الفرق كتخرج تخسر هي ضد عزاوي، وديك النهار الراجل خاسر ضد خمسه ضد تشيلسي الغاني، فرقه غير ربحوهم وشدوا فلوس ديال داك العام وبركوا. ها واحد الدرب في غانا دار فرقه ربح الراجل بخمسه وسدوا داك الدرب وبركوا عاشوا بالفلوس، فاهمين الحال؟ ما نكونش راجل ولا ودادي، حتى الوداد حتى هي راه ما نكونش. سير التحوى وسيري التحوى يتيابط القحبة، سيري التحوى يتي مال طبون امك باغا تدخل ليا في كره، انا في حياتي باغا تسلبي ليا الحريه ديالي اللي باقي يابط القحبه. واش الحياه ما فيهاش الحريه والحياه مقيودين فيها وانت باغا تزيدي تقيديني كون راجل ولا ودادي؟ غنكون طبون امك انا ما راجل وما ودادي. والصح نتوما ولاد القحاب كتصاحبو كاينين نتوما الراجل وداد، زعما الراجل وداد لا حنا مخليين بقى ما اس في ما جديده، نتوما يا ولاد القحاب تصاحبو كركم في ديك كازا كتصاحبو كركم مال طبون امكم تصاحبو كركم العاصمه الرباط وساكت مالكم مصدعين الراجل وداد ولاد القحاب. تا وحده ما كنشجع الزمن بو، علاش غنشجع انا الراجل والوداد باش نتوما شنا هو زعما عندكم؟ ديروا التحواوت نتوما طلعتوا لي في كري يا صاحبي نازل كاس لا فاهمين الكونسيبت يعني. باقا جديده عامره باقيين فيها بيضاوة. لا 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 كازا انا اصلا فين زيد؟ اصلا نهار جي نهار بغى يبرد نهار بين 3 متر ودار فيديو بغى يبرد. انا اصلا فين زيد؟ انا راه زيد في حي محمد شكون سماني؟ راه سماني باطمه العربي باطمه، راه هو اللي قال لهم هذاك الياس، قال لهم جا نور نور، قال لهم جا من داك الحي فين زاد الياس، قال لهم ولا الحي سميتو حي النور وراه سينما السعاده. انا زيد في حي محمد الحي محمد زيد صغير باقا عندي 3 شهور تزيد جديده ترانسفير 3 شهور يلا تزيد 3 شهور في حي محمد تزيد جديد وجيت جديد تزيد في هذا النور هذا كازا ما جايش كازا. ولاد كازا كيف تاخروا بيا على شي مودو كيقول لهم الياس عاود كاس سبك كالي شكون هاد كالي شكون هاد كالي خويا كالي كاتريس فيس جاتني شكايه مع الناس ديال فاس كيقولك بان الناس ديال فاس كيعايروك وكي كاين فاس زوينه فاس زوينه فاس مدينه زوينه ولكن بعد المرات انا فين كيعاوني هي باش كيقولك فاس حاكم العالم ماشي كيقولها غير قالها قالها ومتشبع فهمتي قالها وقالها يقد بيها قالها وكيقولك اه فاس حاكم العالم غتبرك معاه تقول لي عطيني بيانات عطيني بيانات ديال كيفاش حكمتوه وفينا عام واش دابا نتوما حاكمينو زعما كيفاش الطريقه وريوني خا نحكموه حتى حنا. هذه راه جميريكان جي عندكم راه بوتين يجي عندكم عند الناس ديال فاس يقول لكم وريو لي واش باغي نتحكموا العالم فاش حاكمين العالم ماشي شوف راه ماشي سوء التربيه مني او 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 سوء لفظ او تنمر او 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 هذا مجرد حوار مع الساكنه ديال فاس كاملين باش حاكمين العالم زعما ماشي حاقد راه والله ما حاقد غير كندوي معاكم زعما هكا زعما باش حاكمين حاكمين العالم في معقوده نفاس عارفينها مشهوره بمعقوده لكن شو حاكمين العالم بمعقوده كما مصر كتقول ام الدنيا بالملوخيه قولوا لينا معقوده وتا حنا نقولوها تا حنا نوليو نهزو بهاد المعقوده الله يهديكم اصاحبي قول 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 تا بوتين راه عندو صاروخ يوم القيامة صاروخ كبير كيطلع للسما كيخرجو منو 10 صواريخ كيطيح كل صاروخ في كوكب حيت كاين 10 كواكب في المغرب في العالم كيطيح كل صاروخ كيطيح في كوكب الكواكب العالم بوتين عمرو ما شناه راه ضميل بوتين فالكاو عمرنا ما شناه طلع في شي لايف وقال لك انا حاكم العالم صاروخ يوم القيامة يشرك يغير المكاتب ويغير الفلسفة ديال الحياة الأرض الطبيعة فهمتي وما عمرو ما قال حاكم العالم ولكن خوتنا تما الله يسهل عليهم عاد دابا هي راه بدات تابين ومبين مكناس حتى ولا داخل فيها العالم فهمتي راه كان تابين هو معادين مع مكناسهم وما فاس عندهم مشاكل مع مكناس مكناس وفاس شحال هادي كانوا مدينه وحده وتقسموا دابا بيناتهم واحد اللامبا وداك السرغيني فهمتي كي واحد المعيار كيتعايروا مع بعضياتهم وقريب غندير واحد الاشهار درت واحد الكولوبوراسيون
مع واحد الشركه ديال ستيلو. ستيلو ستيلو كاين ستيلو بيك، انا اللي طيحت عليهم هاد الفكره. ستيلو بيك شركه تونسيه، المغرب منين كتجيب السيلوات؟ من تونس. حيت بيك شركه تونسيه كاينه صفاقسي، في الخرجه ديال صفاقسي. مشيت عند واحد الشركه ديال السيلوات، دويت معاهم قلت لهم شوف راه شركه بيك، راه شركه تونسيه، غتجيو نتوما غتستغلوا الظرفيه بان هي مزاحمكم في السوق البورصه ديال السيلوات. الله اكبر. قلت لهم سيروا دابا روجوا بان راه بيك تونسيه باش المغاربه يعرفوها، وغيولي الاقبال عندكم مباشره. قلت لي هوب شقم سير. كلشي الدراري ولي يشري من هاد الشركه اللي باقي نسيت لا على سميتها، كلشي ولي يشري مع الساكيه وحاربوا الشركه ديال بيك، حتى واحد ما يبقى يشري مع الشركه ديال والله تفابور، قسما بالله تفابور. واد الادانه هذا باقي ما شاد التريال، انا غير فكره عطيت عليهم وديروا هاد القضيه. شركه بيك راه تونسيه، شو المغرب حتى هي السيلوات فيهم البديد بالك تجيب بهم من وإذن انت يا المغرب بكونك كمغرب وكدولة القرن العشرين هذا، القرن العشرين هذا، وبحال اللي نتوما لديك شركة بيك سدوا عليكم، راه غترجعوا الدوت كتبوا عاوتاني بالسبولة، واش نتوما شركة ما قدرتوا ديروا شركة كبيرة تكبروها، واش ستيلو غادي تجيبوا؟ أنا باغي في عهد الحجري اللي حيدت عليك ديك الشركة. الله يرحم لكم الوالدين أصاحبي. كوريا الشمالية ولات كتنتج كلشي، ولات القرن 21 هذا ما عرفت قلت لكم ولا كان القرن 21 ويجي 23 من بعد راه الحياه راه هي هي اي بي تي فيس. قلت لك هربت وهربت لي التكست. الله اكبر غنسلم غنوض دابا نصلي اذان في الكويت. الله والحانوت فين انا؟ سمعتوا الدراري اسكت تقول علاش اخويا غنسكت تقود وانت كتقول لي اسكت تقود؟ علاش كتقول لي اسكت تقود؟ لا حول ولا قوه، والله الا هرب لي التاكس بالله. واحد خونا